يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا وقف بجانبي سائق سيارة يستمع للغناء بصوت عال ولم يستجب بطلبي بإطفائه، فهل يجوز لي أن أرفع صوت القرآن؟ لا لا، ما تخلط القرآن مع صوت الأغاني. أنت أنكرت عليه، وأيضا أنت ماشي وهو ماشي، الحمد لله أنكرت عليه وأديت الذي عليك. نعم.